هذا السلوك هو الانتخاب. انتخاب انتخاب الأدلة لاقتطاعها، أحيانا يعني ينتخب الأدلة لاقتطاعها ثم يقول أنا أؤمن بمبدأ شركة ذاتي أو أؤسس على مبدأ شكلي أصل إلى الحقيقة، لكن الحقيقة أو المبدأ الشكل ذاتي لا يقتضي أن تنتقي ما يناسبك وتدع ما دونه. إضافة إلى هذا قسم منهم عاد اعتنوه الكتاب، وآخرون رجع عن آرائه الأخيرة وقال أنا مع الأسف أنه كبر سني وصحتي لم تعودا قادرتين على إعادة ما كتبته، هو يعني ذهبت به إلى تطرقات كثيرة في هذا المجال. هذه نعرة نحن نعرفها لأنها موجودة لدى الكثير من الناس. الآن يتفضل الدكتور الأستاذ الدكتور ناصر كي يبحثنا أيضا بما لديه في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخوة الكرام أحبائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الموضوع واسع ومتشعب كما تفضل أخي الدكتور فارس، والخلفية قدمها أخي الدكتور محمد، وأيضا الموضوع هو موضوع الدكتور مصعب، فأنا بين هؤلاء بين الدكتور محمد والدكتور مصعب. الحقيقة نحن كمن يأتي بدم ماء فيصبه في نهر بينك وبين الدكتور فارس، هذا الحقيقة. المسألة الأساسية أنه الغرب يكتب ويطرح آراء، وهذه الآراء يطرحها لمجتمعه الذي يتقبل هذه الآراء وهو جزء منها، وهي تختلف اختلافا جذريا عن قناعاتنا وعن آرائنا، كما نحن نخالفهم في قناعات تجاه دينهم و أرأيه. بالنسبة لموضوع الندوة اليوم الذي يتعلق بالاتجاه الجديد في الكتابة التاريخية عن السيرة النبوية وما يسمى أصول الإسلام، الحقيقة أنا يعني كما أفكر دائما هناك كثيرون يعني يمكن أكثر موضوع يكتب عنه في بلادنا العربية في استعراض آراء المستشرقين هو تناول السيرة النبوية في كتابات المستشرقين وأصول الإسلام وغير ذلك، لكن المشكلة الأساسية أن أغلب من يكتب عن المستشرقين مضى العهد بهم، يعني بالأمس قبل يمكن أسبوع أحد الأساتذة المصريين كان فرح جدا وهو يناقش رسالة ماجستير عن تتناول سايمون أوكلي وهنري بريدو وهذين المستشرقين عاشوا قبل أكثر من 200 سنة وسعيد بالمناقشة، في حين أنه نجد الآن يعني يمكن كما سنرى من عام 1977 نجد هناك تحول كبير في تناول السيرة النبوية أو الإسلام على أيدي المستشرقين. إذن أصبح يعني الكلام عن السيرة النبوية مع تجاهل المدرسة الجديدة في كتابة موضوعات السيرة النبوية من نوع من العبث، يعني نحن نقول 77 يعني نقصد تقريبا راح يصير 50 سنة، يعني لم تعد المسألة قديمة يعني حديثة جدا بحيث لا نلتفت لها. الآن لا يمكن الحديث عن الاستشراق والسيرة النبوية ما لم نأخذ بعين الاعتبار ما كتب من هذا الوقت حتى الآن. أما الحديث عن المستشرقين الآخرين يكتب عن مستشرق عاش قبل 100 سنة في الهاوزن أو فان فلوتن أو الآخرين على قدر تعلق الأمر بالسيرة النبوية يصبح هو نوع من الحديث عن شيء أثري أكثر مما هو حديث عن موضوع مهم جدا. في هذه المحاضرة كما قلت سأتحدث عن طبعا دور المحاضرة، محاضرة الدكتور مصعب ومحاضرتي عن شخصية عن ظهور كتاب يسمى الهاجرية أو الهاجريون ظهر في عام 1977، وهذا الكتاب ترك أثر يعني خلينا نقول تصدع كبير في الكتابة التاريخية الغربية عن الإسلام، لكن أنا سأتحدث عن حيثية ظهور هذا الكتاب الأرضية التي انطلق منها لكي يقوم أخي الدكتور مصعب بالتفصيل فيه. طبعا الشغل الشاغل لماذا ظهر هذا الكتاب ومن هم ما هي الإرهاصات التي أدت إلى ظهور هذا الكتاب. طبعا أول الأمثلة عندنا هو مستشرق ألماني اسمه ألبرخت نوث، هذا المستشرق أول من نادى بالطروحات الجديدة، الكتاب مالته بعنوان بحث نقدي في المصادر والموضوعات والأشكال الخاصة بالرواية الإسلامية التاريخية المبكرة. طبعا يقوم النقد
كله على مسألة نقد التصور السائد على الكتابة التاريخية فيما يخص السيرة النبوية. يعني ابن إسحاق ابن سعد الواقدي ما تألف عليه المؤرخون المسلمون. طبعا المفارقة نحن دأبنا على نقد مونتجمري وات ونقد سارجنت ونقد المستشرقين، في حين أنه سنجد بأن هؤلاء سيتعرضون لنقد أمر وأقسى من قبل بني جلدتهم من المستشرقين ويسفهوا كل أرائهم. واحد من أكثر الأشياء التي هوجم بها مونتجمري وات وهوجم بها سارجنت هو أنهم تبنوا الرواية الإسلامية، أي قبلوا باعتماد ابن إسحاق وابن سعد والواقدي والطبري وذلك باعتبارها مصادر تاريخية تبنى عليها السيرة. فإذا الركن الأساسي اللي استند عليه واط وهو يتحدث عن السيرة النبوية أراد المدرسة الجديدة أن يعني تزلزل هذا الركن وتسقطه، وبالتالي تسقط كل عمل واط وما كتبه أبناء جلدته. طبعا هذا كتاب نوث، كتاب نوث هو كما قلت أول لبنة في التغيير في الكتابة التاريخية، لكن نوث كتب الكتاب باللغة الألمانية ولم يحظى بانتشار واسع، فبقى الكتاب أسير قراء الألمانية حتى التسعينات عندما ترجم إلى اللغة الإنجليزية وضعها في مجموعة مؤلفات. إلا كاتب الآخر أيضا في المدرسة أيضا ألماني اسمه كونتر لولد، هذا أيضا بداية السبعينات ألف كتاب حاول فيه كما طبعا الأفكار هي أفكار قديمة جدا قالوها حتى الناس إنما يؤلمهم بشر لسان الذي يرحدون إليه أعجمي. هذا الأصل اليهودي أو الأصل القرآني للإسلام هو دائما يعني يبحث هذا القارئ الغربي أو المفكر الغربي من أين جاءت هذه الأفكار المعقدة المطورة. فأبسط شيء المثل أنه يجدوها في المسيحية أو اليهودية. طبعا يعني أنا بالأمس كنت أتحدث معك الدكتور محمد، هناك كتابين مهمين جدا ظهرا قبل هذه المدرسة، كتاب لريتشارد بيل. ريتشارد بيل هو أستاذ مونتجمري وات، يعني كان مشرفا لمونتجمري وات، ألف كتاب بعنوان أصول الإسلام في بيئته المسيحية، The Origin of Islam in its Christian Environment، يعني وآمن بأن الإسلام هو في بيئة مسيحية وأصوله تنبع من المسيحية. نعم، اعتبرها كبديهية. المفارقة أن طبعا هذا كتاب طلع بالثلاثينات، في نفس الوقت في الولايات المتحدة مستشرق اسمه توري ألف كتاب اسمه The Jewish Foundation of Islam، يعني الأسس اليهودية للإسلام. واحد قال أصول الله بالخير سلام عيوني، فيرد عليهم مسلم مشهور جدا وبريطاني مسلم اللي هو بكثال اللي ترجم القرآن، يقول حيرتمنا واحد منكم يقول أصول الإسلام مسيحية وينفي أي أثر يهودي فيه، ويأتي بعده واحد يقول لا أصول الإسلام يهودية ولا أثر يهودي فيه. ويرد عليهم ببساطة شديدة يقول كلنا نتذكر حادثة شهيرة أنه لما كثر الجدل بين المشركين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى المدينة إلى يهود المدينة حتى إيش؟ حتى يستفتون في أصول هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم صادق في دعوة أو لا. لو كان هناك ثقل يهودي داخل مكة لما ذهب المشركين إلى المدينة حتى يستفتون في هذا الأمر. المهم قال أن القرآن، نحن ما راح نتطرق عن أصول القرآن غير لأن هذا موضوع آخر، نحن راح نركز على السيرة فقط. لولن قال أنه القرآن هو مجرد أدعية مسيحية هايمنس يسموها بالإنجليزي، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو واحدة من مجموعة فرق دينية مسيحية كانت تعيش في الصحراء وانشق عن هذه الفرق وأسس فرقة جديدة وطور الصلوات وحولها إلى كتاب بالعربي. طبعا هؤلاء كما قلت كتبوا بالألمانية فما كان لهم ثقل كبير على الشخص اللي له أكبر ثقل قبل كورونا هو جون وينسبورو. جون وينسبورو يعني طبعا لما تجي هؤلاء غالبا يعني أصولهم غير واضحة،
لكن يبرزون الى العلن كرمز ويصبح هذا رمز تحت الاضواء الشديده ويبقى لامع ويحصل على منح وزمالات وتمويل ويستضاف في الجامعات وغير ذلك. جون وينزبرو هو رجل امريكي استاذ امريكي جاء الى بريطانيا واصبح تدريسي في مدرسه الدراسات الشرقيه والافريقيه في جامعه لندن، وبالاصل هو كان يشتغل على المخطوطات حتى ما يعني ما يعرفون ايش تروحوا للدكتوراه. هذا الرجل بدا في بدايه السبعينات يعمل سيمينارات داخل المدرسه مدرسه الدراسات الشرقيه، والف كتاب اسمه دراسات قرانيه. هذا الكتاب اثار جدل كبير واصبح مقرر في كثير من الجامعات الغربيه وعقدت بشانه الحلقات. و هذا وينزبرو وهذا كتابه دراسات قرانيه. وينزبرو طرح اراء صادمه جدا للناس اللي اعتادوا على كتابات مونتي كبريوار. طبعا يعني يجب ان نفهم انه هذا الجدل كله في العالم الغربي، نحن كمسلمين وكشرقيين لا صلة لنا بكل ذلك، ولا نعرف ولا سامعين به ولا دخلنا في يوم من الايام كطرف في مساله هي في امس عقيدتنا. النقاش يدور داخل المجتمع الغربي بين غربيين وغربيين، الجدل يدور حول تخصص. ناس مثل واط وسارجنت واخرين هم تخصصهم سيره نبويه ومهنتهم، وجاء جيل جديد يحاول ان يلغي هؤلاء وياتي بافكار جديده، والجدل دائر بين الاثنين. ف وينزبرو قال الاتي، قال ان الاسلام لم يتشكل كدين الا بعد مرور 150 سنه. يعني كبلوره هو لم يكن دين، ثم استمر مع الوقت ينمو عندما اصبحت الدوله قويه اللي هي الدوله الامويه، اعادت ما يسمونه كتابه تاريخ الخلاص، يعني تعيد كتابه تاريخها وتستذكره بطريقه تناسب تشكل هذه الدوله. وايضا الفكره الرئيسيه اللي تحدثنا عنها انه كان هناك مجموعه من المسيحيين في الجزيره العربيه، وهذه المجموعه يراسها محمد فلما صلى الله عليه وسلم، فلما الدوله تشكلت قامت تبحث عن سلف تستطيع ان تبني عليه عقيدتها الحاليه، فوجدت سلفي واحد من الرجال اللي ظهروا في الجزيره العربيه، وهذا السلف يصلح ان يكون نستذكره ونحييه ونعيد صياغه فكرته بطريقه تخدمنا نحن عندما اسسنا هذه الدوله. المساله الاخطر اللي قاله هي فيما يخص القران الكريم، قال هذا النص لم يتشكل الا بعد مرور 150 سنه، يعني الجدل الاساسي فيما يخص القران، طبعا ما علاقه القران بالسيره؟ هو الان انا لا نتحدث عن نص القران كقران، ولكن عن القران كركن اساسي من اركان دراسه السيره النبويه، فانت لازم تفند القران حتى تفند اصلا وجود محمد، وجود التصور الاسلامي. طبعا اللي نقدوا وينزبرو صنفين، المسلمين اللي كانوا عايشين في بلاد الغرب، كثير منهم ما كانوا مستوعبين اصلا، يعني لم يتثقفوا ثقافه اسلاميه، انما اساتذه يدرسون قضايا في العالم الغربي. هؤلاء نقدوا وينزبرو دون ان يقرؤوا الكتاب، وغير المسلمين مثل بالدرجه الاساس مونتي كبريوار كتب راجعة نقدية معمقة لوينزبرو وحاول أن يفكك الكتاب. المفارقة طبعا الأخطر هو أنه الجدل كان بين باتريشيا كرونا ومايكل كوك اللي هم يعني اللي هم في جانب هم تلاميذ وينزبرو، وفي جانب آخر هم منشقين على وينزبرو. يعني من تبنى حركة إعادة الكتاب اللي أطلق على نفس اسم المدرسة التلقيحية أو المدرسة الجديدة، هؤلاء اختلفوا في بعضهم من يعني من هو الذي يمتلك الحق في الزعم بأنه قائد المدرسة الجديدة. وطبعا المفارقة أنه الاثنين في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن. كوك
وحتى كورونا طبعا كورونا يتحدث عنها اخي الدكتور مصعب، هي باحثه دنماركيه مواليد 1934 37 لا 45 اكتوبر جاءت الى لندن، درست في فرنسا ودرست في دنماركيه وجاءت الى لندن، حصلت على الدكتوراه باشراف برنارد لويس. سنجد انه اسم برنارد لويس دائما حاضر في هذه الخبصه، وايضا راح نشوف انه كلهم بالاخير واسط راح يروحون على جامعه برينستون اللي سبقهم عليها برنارد لويس. يعني برنارد لويس راح يرجع يسحبهم كلهم عنده على امريكا. راح نشوف باتريشيا كرونا وجون مونزبرو واخرين من ابناء المدرسه التاريخيه كلهم راح يروحون بعدين على برينستون. فهي كتبت اطروحه على الموالي في العصر الاموي، يعني ما له علاقه بالموضوع، لكن فوجئ القراء بال 77 انه طلعت هذا الكتاب عن هذا الموضوع. طبعا هذه باتريشيا كرونا. ايضا الدعايه والاعلام تلعب دور اساسي في تلميح شخصيات معينه واكسابها شهره وتسليط الضوء عليها، وابعاد الكاميرات عن اساتذه ربما يكونون اكثر اجاده واكثر عمقا. واذا لا يمكن فهم ظاهره الكورونا بمعزل عن ايش؟ عن البعد الاعلامي والدعائي لها. هذا كتاب اللاجريه، طبعا هذه مدرسه الدراسات الشرقيه في جامعه لندن، انا هاي الصوره انا اخذتها بنفسي عندما كنت هناك. بعد ما اخذت الدكتوراه تعينت معهد واربورغ اللي هو ايضا قريب جدا من مدرسه، حتى الطراز المعماري هو نفس طراز المعماري من مدرسه الدراسات الشرقيه. حصلت على وظيفه بمعهد واربورغ وبقت هناك واسست لشهرتها. بعد سنتين او ثلاثه نتيجه الاعلام والدعايه استقطبتها جامعه اوكسفورد، فذهبت الى اوكسفورد وبقت هناك، ثم ذهبت كما قلت الى برينستون عندما كان برنارد لويس هو الممول او الموجه لها. الشريكه الغريب انه شريكه في الكتاب مايكل كوك هو استاذ متخصص في التاريخ العثماني. يعني هي كتبت على الموالي، هو كتب عن العثمانيين، اجمع على كتاب عن اصول الاسلام. هذا مايكل كوك وبقى حتى الان. طبعا انا يعني استغليت فرصه وجودي هناك في بريطانيا وجلست مع تلاميذ ونسبرو ومع خصومهم، وحاولت انه يعني امحص مثل ما قلنا النشاه الاولى لهؤلاء. يمكن ما اعرف اذا اشتغلت او ما اشتغلت، سجلت حوار عن هذه النقطه بالذات. ما اعرف الصوت يشتغل. ما الصوت ما واضح. يعني بما سالته قلت له طبعا هاوتينغ هو تلميذ ونسبرو اللي سار على خطاه اللي راح نشوفه الان. جيرارد هاوتينغ كانت عندي فرصه انه اجلس معه اكثر من ساعه ونص في بريطانيا، عملت معه حوار من يعني من اعمق الحوارات. يعني ان شاء الله هذا الحوار اللي ينطبع يكون في متناول الجميع. حاولنا ان ناخذ جزئيه من اراء ونسبرو ومن هو. طبعا هو سار على خطاه وكتب عن الدولة الأموية، يعني كيف امتدت هذه الأفكار وزحفت من الراشدي إلى الأموي، وبالضبط ما هي طبيعة العلاقة بين باتريشيا كرونا وبين جون ونسبرو. طبعا هؤلاء هي عنده تلاميذ الآن وونسبرو عنده تلاميذ، وهناك جدل كبير بشأن من الذي صاحب الحق وما هو الاختلاف بين الاثنين. وطبعا الشخص اللي تصدى لهؤلاء هو هيو كينيدي. هيو كينيدي مستشرق معاصر الان يعتبروه المؤرخ او المستشرق المؤرخ الاول في العالم الغربي. هذا الرجل ايضا استضافني في مكتبه لمده ساعه تقريبا وعملنا حوار. جزء من هذا الحوار تناول اللي هي كان زميلته، يعني للاسف اتمنى لو الصوت كان واضح حتى يعني سالتونه قلت له اشهر انت معاها
في نفس الكلية وتتجادلون يوميا. وقال طبعا هو رجل قال هي جميلة وعيونها زرق وكذا لكنها شرسة جدا. ونتحاور سوا بالأخير قال لي بابتسامة لطيفة إنك مخطئ والدراسة تمشي. فقلت له زين أنت تقبل هذا؟ قال أنت إذا تقرأ كتبي ستجد تفنيد ما تقوله من آراء، لأنه هيو كندي مثله مثل مونتجريوات الآخرين بنى أفكاره وبنى طروحاته بالاستناد إلى ماذا؟ بالاستناد إلى المصادر العربية الأولية. أيضا الشخص الآخر المهم يعني الركن الثاني في الكتابة التاريخية الاستشراقية المعاصرة، تاريخية استشراقية وليس استشراقية بصورة عامة، هو فريد دونار. فريد دونار وهيو كندي هؤلاء عمودين أساسيين لما يكتب عن الإسلام في الوقت الحاضر، وهما يمثلان الامتداد لمدرسة مونتجريوات وليس لمدرسة، يعني هما الاثنين اللي تصدوا لما كتبته كرونا وما كتبه كوك وما كتبه هونسبورغ. فريد دونار أيضا كان عندي فرصة أن أعمل معنا حوارات، هو في الولايات المتحدة لكن بيناتنا مراسلات مطولة، الآن طلع تقاعد. فيقول سألتوني السؤال قلت له منين جابوا آراءهم؟ طبعا بالنسبة بالنسبة لهيو كندي قال أنه هاي الأفكار هي من بنات أفكارهم، يعني هم ما تأثروا بأحد اخترعوها. لكن دونر يقول هم بنوا على نوث مثل ما قلنا وعلى ما قدموا قبلهم جولدزيير وشاخت. جولدزيير وشاخت نفوا أصالة الحديث الشريف ونفوا السند، وقالوا مثلا يعني واحدة من طروحات شاخت، طبعا أول مرة طروحات جولدزيير اللي نعرفها كلتنا، أنه الحديث ممكن يرجعها إلى أيام الفتنة، ارجعها إلى الصراع بين الفتنة الثانية، ارجعها إلى الصراع بين الأمويين والعباسيين. كل حديث يراه يدرسه جولدزيير يقول هذا يعود إلى مشكلة حدثت سنة 100 هجرية، فإذا ابتكر 100 هجرية. هذا الحديث يرتبط بممكن أن يكون مثلا في قضية معينة، إذا هذا يعود إلى 50 هجرية ولا علاقة لها بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء شاخ أشعمل قال أي حديث لم يستشهد به سنة 50 هجرية إذا هو كتب بعد 50، لم يستشهد به إلا 100 هجرية كتب في 100 هجرية. إذا بهذه الطريقة كل عدم إشارة إلى حديث معناته أصلا الحديث ما موجود، يعني منهج تهديمي لكل البناء. المهم فقال أنه كرونوكوك جابوا آراءهم من جولدزيير وشاخت، نقلوا منهج خلينا نقول التخريب للحديث الشريف الى تخريب السيره النبويه الى الماده التاريخيه المنقوله من السيره النبويه. زين، ويقول النقطه اللي سالتونا عليها عن العلاقه بين الاثنين ومنه اصل الفكره، هذول الى هذول، قال هؤلاء كانوا رفاق في مدرسه الدراسات الشرقيه لكن علاقتهم وبعملهم اذا كان هناك اي علاقه قد بقيت ان كلير ان ارتكيوليتد، يعني بقيت لا واضحه ولا مشخصه. زين، يعني العلاقه بين ونسبورو بين افكار ونسبورو علاقه بين افكار كورونا لحد الان ما حد استجدى منه نقل من منه ومنه بدا الاول ومنه اللي اخذ من الاخر. لكن اللي ما ايدوا ايضا كورونا اعتبروا الكتاب مهم جدا. ليش الكتاب مهم جدا؟ لانه كتاب اثار الجدل وبالتالي حرك المياه الساكنه في الكتابه التاريخيه، سواء من ايدهم او نفاهم اعتبر انه الكتاب مهم. يعني طبعا هذا يحضرني يعني اخي الدكتور فارس يمكن يكمل علي انه ادوارد سعيد كتابه اللي ظهر تقريبا بالوقت نفسه بال 78 كورونا ظهر بال 77، الكتاب أثار جدل كبير بين المؤيدين وبين المعارضين، لكن قيمته الأساسية ليس فقط في صدق روحاته ولكن قيمته فيما حرك فيه المشهد الأكاديمي في موضوع الاستشراق. فهذا كتاب كوك وكورونا اللي هو قلنا كتاب الهجرية حرك المشهد بدرجة كبيرة جدا من بين اللي أيد واللي نفى هذا. طبعا النقطة الأخرى، يعني أنا لم يبقى لي خمس دقائق حتى ما
ما أخذ وقت دكتور مصر اللي نحن نريد نسمعه اليوم. المسألة الأساسية في كل هذا الأمر هي الآتي: نحن عندما درسنا تاريخنا الإسلامي زين درسناه باعتباره بدأ عرب قبل الإسلام، سيرة نبوية، راشدي، أموي، متسلسل بالتسلسل اللي احنا نعرفه وتطور كما تصورناه نحن. الغربيين عندما يريدون أن يدرسون الإسلام ما يقدرون يدرسونه كظاهرة منفصلة عن إيش؟ عن التسلسل التاريخي اللي في سياقه. أكو تاريخ روماني، أكو تاريخ بيزنطي، أكو تاريخ قرون وسطى، أكو تاريخ حديث. إذا كيف يمكن أنه يعني يتعاملون مع الإسلام كظاهرة منعزلة؟ طبعا المستشرقين تعاملوا معها كظاهرة منعزلة، جاء مؤرخين أوروبيين قالوا لا، لا يمكن دراسة الإسلام كظاهرة بمعزل عن التطور ذلك. فطلع مؤرخ مختص بالتاريخ الروماني هو اللي ورا كل هاي الهوسة، اسمه بيتر براون. هذا بيتر براون مثل ما يقولون يجيد 26 لغة وهو إيرلندي. هذا الرجل اختص بالتاريخ الروماني والتاريخ اليوناني والسرياني والعبري والحبشي والعربي والمعرف إيش والمعرف إيش والمعرف إيش، وأراد أن يفهم التاريخ الإسلامي في سياق علاقاته مع التاريخ الأوروبي. فابتدع طرح جديد سمانه الليت أنتيكويتي، يعني اعتبر ظهور الإسلام أو قبل ظهور الإسلام من القرن الخامس الثالث الميلادي إلى القرن السابع الثامن الميلادي، يعني من خلينا نقول 300 قبل الهجرة إلى 200 هجرية، هاي حقبة تمثل نهاية العصور القديمة وبداية العصور الوسطى. فإذا هذه الحقبة يجب أن تدرس بمعزل عن السياق اللي نحن درسناه التاريخ الإسلامي، قبل ظهور الإسلام ثم ظهور الإسلام إلى بداية العصر العباسي، هي جزء لا يتجزأ من التاريخ البيزنطي والروماني، وبالتالي يجب أن تدرس وفق هذا السياق. هذا إيش حفز كورونا مثل ما راح يقول دكتور مصعب، أنه قالت نحن ما يصير ندرس هذه الظاهرة بمعزل عن السياق، وبالتالي يجب أن ندرسها وفق سياقها اللي هو مصادرها المسيحية واليهودية والبيزنطية، ولا ندرسها وفق مصادرها العربية. يعني نحن درسنا بيزنطي وفق مصادر بيزنطية، إذا لازم ندرس ظهور الإسلام وفق مصادر غرب أوروبية يعني بيزنطية أو سريانية أو غيرها، ونستمر كظاهرة ما لنا شغل بالانحراف. طلع عندنا واحد اسمه أبو إسحاق وابن سعد والواقدي. إذا الليت أنتيكويتي مصطلح خطير جدا، أخطر مصطلح ظهر، هو اللي يقول بأنه الإسلام هو مرحلة من مراحل نهاية العصور القديمة وبداية العصور الحديثة، ويجب أن يدرس كمقرر أوروبي لا علاقة له بما يقوم به هؤلاء. وطبعا أقول بمنتهى يعني يعتبرون ابن إسحاق وابن سعد والواقدي وغيرهم فولكلور وليس كتب تاريخ، ويعتبرون مونتيجيو الوطن اللي نحن كل يوم نهاجمه عميل للمسلمين حتى لا يزعل المسلمين، اخذ الفولكلور مالتهم والتراث الشعبي اللي هو ابن اسحاق وابن سعد والواقدي وعملوا تاريخ، بينما هو اصلا ما يصلح يرتقي لهذه المساله. طبعا هذا بيتر براون. براون مثل ما قلنا راد يجمع كل هذه التخصصات ويعملها موضوع. ايش التطبيقات الخطره لهذا؟ انه تنتزع انت قرنين من قرون الاسلام الاولى وتلصقها في التاريخ الغربي، ويجب أن تدرسها وفق التاريخ الغربي وليس وفق سياق التاريخ الإسلامي. هذا يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس على أنه ظاهرة مثل العاقبة، مثل النصاطرة، مثل غيره، ويفهم بعدين لما صارت الدولة الأموية والدولة العباسية هذه ظاهرة إسلامية، ظهر الدولة الإسلامية اسمها يعني حتى بالأموين إلا زمن عبد الملك بن مروان يبدأ التاريخ الإسلامي مع عبد الملك وليس قبل عبد الملك. إلا المفارقة أنه طرحوا ظهر عندنا مجموعة يعني
ايضا ما بس الفكره هي المهمه، المهمه من يتبنى هذه الفكره، الجيل الجديد الذي يروج. يعني انا اطلع فكره تبدو يعني بعيده تماما عن المنطق، الناس تسفى ما اقول حشاكم وتضربني بكلاك وتقلي روح. لكن لما ياتي جيل جديد من الباحثين يتبنى افكاري ويثار الجدل مشان افكاري، هو الخطير. مثل قصة إدوارد سعيد، إدوارد سعيد عندما طلع أفكاره ظهر جيل يتبنى هذه الأفكار ويروج لها وظهر من يجادله، فهذا انبنت عليه الشهرة. فكتابة بيتر براون وكتابات باتريشيا كرونا ظهر هناك من يتبنى هذه الأفكار. الآن يعني حتى شوية نستمتع نسمع هذه الآراء. طبعا اللي طرحته أنه يجب علينا أن نبني التاريخ بالاستناد كما قلت إلى المصادر البيزنطية واليهودية والسريانية باعتبارها مثل ما راح يقول دكتور مصعب خارج التقليد الإسلامي. أيضا هذا قال طلع واحد اسمه فولكر بوب وهو مستشرق ألماني ألف كتاب التاريخ المبكر وفقا للنقوش والأدلة المسكوكات. لما قالت خلونا حتى نتأكد أنه أكو إسلام نرجع للنقود ونرجع للنقوش، وإذا لقينا بالنقود وبالنقوش إسلام نقول إسلام، ما لقينا إسلام ماكو إسلام. ففولكر ألف كتاب مثل ما قلت التاريخ المبكر الإسلام وفقا للنقوش والأدلة. أشقر قال محمد ما كان أصلا شيء اسمه محمد، زين ما كان موجود. ليش ما كان موجود؟ لأن اسمه ما موجود عن النقود، ما دام ما موجود عن النقود إذا ما كان أصلا موجود. أيش الفتوحات الإسلامية؟ الفتوحات الإسلامية عبارة عن فرق كانت موجودة بالجيش الساساني، انشقت عن الجيش الساساني وهي فرق من النصاطرة وهجمت على بلاد الشام وانتزعت بلاد الشام من البيزنطيين وأسست لها دولة، ثم بعد فترة من الزمن تحولت هذه الدولة إلى دولة أموية، وأن هذه الدولة الأموية أصلا دولة مسيحية وليس دولة إسلامية. أيش وحش جمالتهم؟ النقود اللي بعض النقود اللي عثر عليها اللي تحمل اسم معاوية على ظهرها مكتوب صليب. قالوا ما دام اكو صليب على النقود اذا ايش؟ اذا معناته معاويه كان مسيحي. طبعا يعني انا دخلت في جدل كثير مع هؤلاء في وقتها وقلت له المساله بسيطه، الدوله تتشكل اداريا واقتصاديا، ما تقدر تلغي ما هو موجود من انظمه وقوانين. تعرفون انتم الى زمن عبد الملك عن ما تم تعريف الدواوين، فالنقد ايش عملوا له؟ نفس الناس ما تقبل تتعامل بدينار جديد. كنا عشنا هاي التجربة بعد 91 وال 92 ثم بعد 2003، لازم يصير أكو وقت من الثقة حتى أنت تقبل تتعامل بالنقد. فالناس ما تقبل تتعامل بالدينار الجديد، فاضطرت الدولة أن تطبع الدنانير القديمة لكن تخلي عليها إما كلمة جائز أو صورة الخليفة أو غير ذلك، ويبقى الشعار المسيحي على النقود نفسها حتى الناس تقبل يعني تعترف بأن مثل تذكرون السويسري، الناس ظلت سنين تعتبر الدينار القديم أو 25 القديم أنه هي المعول عليه. ففولكر قال أن هؤلاء ضاجوا من البيزنطيين فهجموا عليهم المسيحيين وتحالفوا مع العاقبة واستولوا على بلاد الشام. هذا كتاب فولكر، اسم الكتاب طبعا خطير جدا، البدايات المظلمة للإسلام، يعني الإسلام ظهر في الظلام. واحد آخر يهودي طبعا هذا بنى على النقود، أستاذ، وطبعا اليهود والصهاينة لهم دور كلش كبير في هذه المدرسة، استغلوا وجودهم في بلاد الشام يعني في فلسطين وغيرها أنه يقدرون يصلون للآثار والتقريبات. هذا الرجل أستاذ في إسرائيل يهودا نبو أو نافو مثل ما يقولونه، قال أصلا ماكو واحد اسمه محمد. هذه الدولة البيزنطية، عفوا الدولة الأموية، مثلها مثل الغساسنة. البيزنطيين عملوا دولة في دمشق، ما كانت الدولة على في بصرة الدولة الغسانية، قالوا لا خلينا نعمل لنا وحدة بوصر بدمشق ونعين واحد مسيحي يديرها. وهذا المسيحي بعد ما استقوى انشق على البيزنطيين واسس اللي هو معاويه، اسس دوله جديده هي خارجه عن البيزنطيين وحاربهم. تمام؟
وظهرت الدولة الأموية قلبت على مثل هذا. طبعا مثل ما قلت يهودا نبو لأنه في فلسطين اعتمد على النقوش، يعني كان يروح ينقب بأصبع أكو نقش عربي أو كذا. وطبعا يعني بالأمس أنا كنت أجيب أشوف محاضرة كاملة مالته يقول وجدنا في بعض النقوش ما يمجد سيدنا سليمان وما يمجد سيدنا داود، إذا معناته هؤلاء اللي ظهروا هم يهود وليسوا مسلمين، يعني هؤلاء كانوا يعتقدون الديانة اليهودية. آخر واحد اللي هو كريستوف لوكسنبرغ، وطبعا هذا اسم وهمي يعني ما يصرح باسمه، مثل قصة سلمان رشدي وابن الوراق وذول يزعمون أنه نحن بس يطلع راح نقتله وبالتالي يعمل نفسه في الخفاء وما يقبل يصرح، وهي طبعا نوع من الإيش، نوع من الدعاية الزايدة. كريستوف لوكسنبرغ ايش قال؟ قال ايضا قال ماكو اسلام، بس قال ماكو اصلا محمد صلى الله عليه وسلم، وانه اذا جاء الى واحد من اهم الادله اللي تثبت وجود الاسلام اللي هي الزخارف اللي موجودين من سوره مريم على مسجد قبه الصخره، تمام؟ فقال ايش دي خلص منه؟ قال كلمه محمد لا ليست اسم وانما صفه، ورسول الله هو عيسى عليه السلام، فإذا محمد رسول الله يقصد بها أنه المحمد رسول الله اللي هو عيسى عليه السلام، وأن هؤلاء هذا دليل قاطع بأنه الأمويين كانوا على الديانة المسيحية وليس حتى يكيف دكتور عدنان جماعتك طلعوا نصارى بعد ايش تطيب المهم خلصنا هاي آخر شيء. هذا الكلام كلته رائج جدا في العالم الغربي ولديه جمهور كبير يسمعه، نحن نسمعه باستخفاف، لكن المشكلة الأساسية أن هناك وفيكم سماعون لهم، وهناك من ينشر كتبهم، وهناك من يمنحهم منح مالية، وهناك من يجد نفسه لترويج لهم. يو كندي سألته أنا قلت له زين أنت شو تقول على هذول هاي الطروحات؟ قال لي أول شيء من يعني هل من المنطق القول بأن الدولة الأموية دولة مسيحية قام يسخر؟ هذا كلام يعني ما التلفزيون ما كلام علمي. ليه؟ قال لأنه يعني كل الأدلة اللي نملكها هي خلاف تماما ذلك. شنو الخلاف ذلك؟ أنه هذا التكوين كل مثبت في المصادر الغربية المعاصرة لهم بأنه اسم محمد صلى الله عليه وسلم كان موجود، يعني المؤرخين البيزنطيين مثل ما قال دكتور محمد يوحنا الدمشقي والسريان وغيرهم كتبوا عن الفتوحات الإسلامية، وكتبوا عن خالد بن الوليد، وكتبوا عن سيدنا عمر بن الخطاب. دونر ايضا سالتونه رجل يعني حتى انهي محاضرتي بينه، قلت له انت زين ايش تقول عن هذا الموضوع؟ قال هذه يعني these ideas must be handled with silence، يعني نسكت ايش نعلق عليها؟ غير جدير بالتعليق. ليش؟ المصادر الاوروبيه الغربيه نفسها ذكرت اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الزعم بانه غير موجود. المساله الثانيه المسيحيين النصاطره اللي زعموا بأنه قادوا الحرب واستولوا على دمشق وطردوا البيزنطيين بالتحالف مع العاقبة، قال هم العاقبة والبيزنطيين في حرب دائما هو واحد يكفر الثاني ويكفرون المذهب المالكاني البيزنطي، فكيف يتحالفون مع بعضهم حتى يحاربون البيزنطيين؟ النقطة الثالثة، هل معقول الدولة البيزنطية يعني من حكاكم من الغباء أنه تجيب واحد تقعده في دمشق ثم هذا الواحد تسلمه كل السلطات ثم يرجع يثور وتنطينه مصر مثل ما قال، ومصر هي سلة خبز الإمبراطورية البيزنطية والرومانية، يعني أهم ولاية من ولايات الإمبراطورية البيزنطية مصر، تيجي تنطيها الواحد وتقول له خذ أبوي بالعافية عليك انظر ايش. فقال أما طروحات لوكسمبرغ فطروحات تتسم بالوقاحة، وأسوأ ما فيها أن يسمى أصحابها بالتنويريين.
طبعا مسألة الآخر نقطة اللي أثارها هي مسألة الشريط مال قبة الصخرة. الشريط مال قبة الصخرة اللي من سورة مريم بينه الإشارة اللي تقول أنه كفر الذين قالوا إن الله ثالث أشهر، أنت مذهب مسيحي دولة مسيحية تنقش نقش على صخرة على قبة الصخرة وتكتب تهدم أو تنفي أهم ركن من العقيدة المسيحية اللي هو التثليث، تمام ولا لا؟ يبقى أقول أنا من اللي يجمع هاي ملايين البشر وجهها على الكعبة ويخليها تصطف بهذا الاصطفاف؟ لا جيش ولا انضباطية ولا عسكر لما الله سبحانه وتعالى يدفعه. شوفوا الخطأ الأساسي اللي وقع منه هؤلاء أنه ما فاتوا إلى الإسلام وما شافوا كيف ممكن هذا الإسلام عشان يأسر قلوب هذه البشر ويجعلها لا بسلطان ولا بمنصب ولا مكسب. والحجر الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم اللي لما تقف أمامه تنسى كل شيء يكفي رد على هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الدكتور ناصر على هذه الإفادة بهذا الموضوع الشائك.